فيما تتواصل العاصفة الثلجية التي وصفت بالأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة. يتوقع الليلة بداية لانحسار العاصفة التي وصفت أيضا بعاصفة القرن. لقي ما لا يقل عن 56 شخصا مصرعهم حتى هذه اللحظة، فيما تتخوف فرق الإنقاذ من وفاة عشرات المفقودين نتيجة التجمد بعد الحصار، حصار العاصفة. من بين الوفيات 28 شخصا في غرب ولاية نيويورك وحدها، معظمهم في مدينة بافلو التي شهدت انهيارا في الخدمات بسبب العاصفة. أكد مسؤول بالولاية أن بعض الأشخاص حوصروا في سياراتهم لأكثر من يومين، كما عجزت العديد من سيارات الطوارئ عن الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا لمساعدة السكان.